اليوم ولله الحمد أعطيت انطلاقة الدوري الأول للأندية في العصبة والثاني لأنه السبت والأحد الفريقين كنا نضمنا كأس العصبة. هذا الكأس ديال اللي نضمنا دي الصقور للكرة الحديدية الدورة الأولى للأندية، كتعرف مشاركة 19 نادي منضوين تحت اللواء ديال عصبة سوس الصحراء والجامعة الملكية للكرة الحديدية، ممثلين في 228 لاعب. ولله الحمد ولمنا أعطيت اليوم انطلاقة هذا الدوري هذا من طرف عامل صاحب جلالة الإقليم والوفد المرافق له، ودازت الأمور في واحد الجو رياضي بهيج، أعطيت فيه كلمات والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير ولله الحمد. وكنشكر من هذا المنبر هذا الناس اللي ساعدونا، أولهم السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيد رئيس المجلس الإقليمي، والسيد رئيس المجلس الجماعي مندوب الشباب والرياضة، السيد الهلالي رئيس جمعية أصدقاء المدارس. كنشكر جميع الفعاليات اللي شاركتنا، وطورا لاعبين، أعضاء المكاتب المديرية للأندية، أعضاء المكتب المديري لعصبة سوس الصحراء. كنشكر الجميع منخرطين هذه الصقور للكره الحديديه بطاطا. الدوري يدخل ضمن فعاليات الدوره الثانيه للبطوله الوطنيه لعصبه سوس الصحراء للكره الحديديه. هذا الدوري هذا الذي يقام بمدينه طاطا اشرف عليه نادي الصقور طاطا. هذا النادي هذا الذي يتميز ضمن انديه عصبه سوس الصحراء بكرمه وبحسن اخلاقه، وهذا النادي هذا كذلك دائما يبذل الجهد ويبذل المزيد من ويجتهد كثيرا من اجل ان السنه الفارطه انها والسنه المقبله والسنوات بانها تكون على احسن. وهذا الشيء ما اكتشفناه هذه السنه هذه، كل ما كنجيو لهذه المدينه كنلقاو بان هذا النادي هذا يتالق وكيعطي ما عنده، وكنتمناو له التوفيق. وراه الحمد لله راه الاستقبال كان في المستوى وكانت جميع الامور على احسن ما يرام. الوغ حنا يعني في تنضوي تحت العصبه ديال سوس الصحراء، جينا شاركنا في هذا الدوري السنوي ديال الثاني ديال طاطا، ووصلنا الحمد لله للنهايه ديال دوزيام بري. فهذا فخر وشرف للنادي ويعني فخر يعني العصبه. الوغ صراحه بالنسبه للتنظيم فهو كان تنظيم جيد، كانت منافسه شديده بين الثلاثيات، وكانت صراحه يعني مشاركه كثيره اللي وصلت اكثر من 70، يعني رغم ان طاطا اللي هي بعيده شويه، رغم ذلك فالحمد لله اللعبه جاوا زاروها وجاوا يعني شاركوا في الدوري هذا. وصراحه ان شاء الله عندنا موعد السنه الجايه لكتاب نجيو كذلك نشاركوا، ونتمنى ان شاء الله نفوزوا بالنهايه، يعني وصلنا الحمد لله للنهايه.